صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حل كتاب بيت باي بيت، المراجعة النهائية، وإن شاء الله نقدر نخلصه قبل الامتحان إن شاء الله، عشان تبقى أنت راجعت كل الوحدات وفي نفس الوقت خدت امتحانات عامة كمراجعة على كل المنهج إن شاء الله. تابعنا على القناة إن شاء الله عشان تقدر تخلص معانا الكتاب وتفهم كل حاجة فيه. تعال نبدأ بيونت 1 وهي coming home. شكل ما احنا عارفين في الكتاب ده بيجيب لي مراجعة على كل وحدة، بيجيب لي الأول مراجعة على الكلمات، وبعد كده مراجعة على الجرامر، وبعد كده بيجيب لي امتحان على الوحدة. تعال نشوف page 16 صفحة 16 واللي هيديني فيها اختياري على الفوكابلري على الكلمات. Number one، بقولي do you know that to the train station؟ طبعا بقولي هل تعرف ايه الى محطة القطار؟ قال له yes go ahead and then turn the left. هنا وصف له اتجاهات، فهنا اكيد هقول له do you know the ground ولا floor ولا way ولا wait. اكيد هنا الطريق، والطريق اسمه way. So do you know the way to the train station. Number two، بقول له where exactly do you live، يعني بقول لي انت بتعيش فين بالظبط. exactly يعني بالظبط. قال له in that A of flats over there. طبعا عارفين ان العمارة اسمها block of flats، تاني العمارة اسمها block of flats. طب تعال نشوف number 3، بقوله why don't you your friends and invite them to the party. يا ترى why don't you fix، تصلح ولا prefer، تفضل ولا start، تبدأ ولا text، يعني ترسلهم. طبعا هنا اكيد text يعني تبعت لهم رسائل نصية. number 4، بقوله the computer is really important in our life. بقول ان الكمبيوتر مهم جدا في حياتنا. ايه يا ترى، famous ولا daily ولا false ولا careful؟ طبعا عارفين ان famous يعني مشهور، daily يعني يومية، false يعني مزيف، وعندنا careful يعني حريص، اكيد in our daily life يعني في حياتنا اليومية. تعال نشوف number 5، بقول لي is a meeting، واجتماع in which اللي فيه someone asks you questions about yourself and your life. حد بيسألك عن نفسك وعن حياتك، فأكيد ده بسميه الانترفيو. الانترفيو اللي هو الايه يا حبيبي، المقابلة أو الحوار. تعال نشوف number 6، بقولي we traveled to Luxor a train last year. طبعا هنا ما يخدعنيش، لأن احنا عارفين طالما فصل بين حرف الجر ووسيلة المواصلات a أو an أو the أو أي صفة ملكية ما بجيبش باي. طب الترين هنا هاخد ايه؟ قال لي الترين هاخد حرف الجر on، فبالتالي أقول on a train. On a train. تعال نشوف number 7، بقولي I don't usually have a during the holidays. طبعا هنا بقولي انا ما عنديش ايه اثناء الاجازات. يا ترى I don't usually have time، ما عنديش وقت، ولا subject مادة، ولا way طريق، ولا routine. طبعا هنا اكيد هقول I don't usually have a routine. طبعا هنا ما ينفعش اقول time، لان time اولا ما بيجيش قبلها a، لان هو اسم لا يقعد سنين في الاجازات ما بيبقاش عنده وقت، ولا بيبقى عنده وقت، لا بيبقى عنده وقت. طيب تعال نشوف number 8، بقول mom is really tired today، يعني ماما تعبانه النهارده. I will help her dinner. طبعا هنا I will help her eat dinner، يا ترى text dinner ولا listen dinner ولا make dinner ولا build dinner؟ اكيد make dinner يعني تصنع الغداء او العشاء. تعال نشوف number 9، بقول لي how often do you eat home late؟ قال لي never. طبعا how often بتسأل عن عدد المرات، وبقول لي do you eat home late؟ ترى build home تبني البيت، ولا get home توصل البيت، ولا take home، ولا break home؟ اكيد get home يعني توصل البيت. تعال نشوف number 10، بقول لي we have much water now، عندنا مية كتيرة دلوقتي. turn the A off please. طبعا اكيد turn the tab، وقلنا التاب يا حبيبي اللي هي الحنفية او الصنبور، لما top بمعنى قمة، عندنا tab بمعنى شريط لاصق، وعندنا team بمعنى فريق. طيب تعال نشوف number 11، بقولي on a day I get up at 7 o'clock a.m. and go to bed at 9 o'clock p.m. طبعا قلنا ده بسميه يوم نمطي، فبالتالي كلمة نمطي يعني typical day، تاني typical day، مش هقول famous طبعا مشهور، ولا أقول sweet يعني حلو، ولا أقول careful يعني حريص. تعال نشوف number 12، بقولي I always our neighbors dog when she's away. طبعا بيقول لي انا دايما ايه كلب الجارة لما هي بتكون برا. طبعا اكيد يطعم، ويطعم يعني feed، لان eat بمعنى ياكل، مش معقول هقول انا باكل كلب الجارة لما تكون هي برا. طب تعال نشوف number 13، بيقول I forgot my sandwiches، يعني انا نسيت السندوتشات بتاعي at home في البيت.
I will aim my food with you. يبقى إذا هنا طالما نسيت فأنا هشارك بقى طعامي معاك، نعمل غديوة يعني خلاص، بس هنا من غير ما يكون أنا اللي معايا الأكل، فبالتالي هقول share my food with you، يعني هشارك الأكل بتاعي معاك. طيب تعال نشوف number 14. بقولي the view from your window is really I like it so much. طالما حبيته فأكيد هو attractive، وكلمة attractive يا حبايبي بمعنى جذاب، تاني attractive معناها جذاب. تعال نشوف number 15. بقولي the weather was so we couldn't travel to Alexandria. بقول الطقس كان ايه عشان كده ما قدرناش نسافر اسكندرية. يا ترى كان nice، يا ترى كان wonderful، يا ترى فانتاستيك ولا تيربل؟ طبعا هتلاقي كل ده بمعنى واحد، يبقى اكيد هو تيربل يعني كان فظيع عشان كده ما قدرناش نسافر. طب تعال نشوف نمبر 16. بولي ذا بليس arrested three thieves and sent them to a for 6 months. طبعا لما بيقولوا على الحراميه بيودوهم فين؟ يا ترى هوسبيتال مستشفى ولا بريزن السجن ولا ثياتر المسرح ولا سينما؟ اكيد بريزن اللي هو السجن. طب تعال نشوف نمبر 17. بولي علاس فاميلي از ريلي they can't get enough food to eat. يعني ما قدروش يجيبوا طعام كفاية عشان يأكلوا. يا ترى هما كده poor فقراء ولا strong أقوياء ولا rich أغنياء ولا wealthy أغنياء؟ أكيد هما كده poor فقراء. Number 18. بولي we cover the floor of the dining room with a big A. طبعا طالما هي على الأرضية فأكيد بتبقى carpet. carpet بمعنى سجادة. ما curtain بمعنى ستارة. كوشن قلنا بمعنى الوسادة. أما mirror اللي هي المرأة. تعال نشوف نمبر 19. بولي my sister and I like to sit on that eat together and watch TV. طبعا طالما أنا وأختي يعني اتنين يبقى كده أكيد هتبقى الصوفة، وإن الصوفة اللي هي الأريكة أو الكنبة. تعال نشوف نمبر 20. بولي I keep my book on that low. طبعا طالما هنا بولي أنا بحتفظ بالكتاب أكيد على رف الكتب، ورف الكتب اسمه book shelf. تاني book shelf. تعال نشوف يلا نمبر 21. بولي where is the bank؟ يعني فين البنك؟ قال لي it's in a of the cinema. طبعا عشان اكمل in مع of يبقى اكيد in front of يعني امام. The next بولي I keep my things in the chest of a over there. طبعا عارفين ان هو chest of drawers. chest of drawers. طب تعال نشوف نمبر 23. بولي we thank you your great work مستر علي. طبعا هنا لما اشكر شخص على شيء اكيد بجيب حرف الجر for. thank you for. نمبر 24. students must a English inside and outside school. طبعا يا ترى الطلاب هيدرسوا انجليزي داخل وخارج المدرسة ولا practice يمارس ولا play بيلعب ولا dress؟ اكيد يا practice معنى يمارس. تعال نشوف نمبر 25. بولي should I take a taxi to the museum؟ هو انا المفروض اخد تاكسي للمتحف؟ قال له no it's a. قال لي لا ده هو ايه. طالما قال له لا يبقى هو قريب، فبالتالي هقول it's near. طب لو قال لي it's not هقول له it's not far، لا ده هو مش بعيد. طبعا يا حبايبي شكل ما احنا عارفين في الوحدة الاولى كان بيكلمني عن present simple زمن المضارع البسيط، وطبعا اللي ما شافش الجرامر ممكن يدخل على قائمة تشغيل ويجيب الجرامر بتاع تاني اعدادي ويشوف الدرس ويفهمه كويس جدا وبعدين يرجع للحل ان شاء الله. طيب تعال نشوف نمبر 1. بولي ليلى always shopping at the weekends. طبعا هنا في كلمة always يعني ظرف من ظروف التكرار يعني كلام مضارع بسيط. طيب في هنا go goes الاثنين مضارع بسيط، يبقى لازم ارجع لليلى اللي هو الفاعل. طب ليلى تاخد ايه؟ هقول ليلى تاخد goes لان ليلى اسم مفرد. طب تعال نشوف اللي بعدها. بولي امل ايه helps her parents with the housework. she is a good girl. طالما قال لي ان هي بنت جيدة يبقى اذا هي دايما بتساعدهم، فبالتالي هقول امل always. the next بولي I water your plants when you're away. طبعا هنا عندنا ده سؤال، ده طلب. طب لو انا مش عارف يا مستر انه طلب هقول لك have بيجي وراها past participle تصريف ثالث، has نفس الكلام. طب did بيجي وراها مصدر. طب المفروض ان انا اقول shall I water ولا did I water؟ اكيد هقول له shall I water لان ده طلب مهذب. shall I water your plants when you are away؟ ممكن يعني اروي النباتات لما انت تكون برا. طب تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي you speak English؟ قال لي شور بالتأكيد. طب يا ترى اخد ار؟ اقول له لا ار بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. طب يا ترى اخد هاف؟ هقول له لا هاف بيجي وراها باست بارتيسيبل. طب اخد هاز؟ نفس الفكره باست بارتيسيبل، يبقى اذا هاخد كان لان ده طلب برضو.
Can you speak English? Can you speak English? يعني هل تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية؟ تعال نشوف number 5. Well, what we do to help أسامة with his problems؟ يا ترى المفروض ان احنا نعمل ايه عشان نساعد أسامة في المشاكل بتاعته؟ طبعا هنا اكيد هسأل what shall we do. تاني what shall we do يعني ماذا يجب ان نفعل او ماذا سوف نفعل. اللي بعدها بقول لي جمال got a new car. طبعا طالما في got اكيد هيبقى قبلها have او has. طب جمال ده ماله؟ قال لي جمال ده اسم مفرد، فبالتالي هقول has جمال got. The next Mr. Ahmed smiles. That's why we all like him. قال لك خلي بالك احنا بنحبه. طلبة بنحبه يبقى اكيد هو على طول بيبتسم. طب فين؟ قال لي always يعني دائما. طبعا لو كانت never يبقى احنا اكيد مش هنحبه، لكن طالما هو بيبتسم دائما فعشان كده احنا بنحبه. طب تعال نشوف number 8. بقول له I drink coffee. I like it much. طالما قال لي برضو انا بحبها فبالتالي ما ينفعش اجيب نفي، لازم اجيب اثبات، فهقول I often drink coffee. تاني I often drink coffee. تعال نشوف number 9. بقول لي have Sarah and May eat two cats. طبعا عارف ان have و has بيجي وراهم past participle تصريف ثالث، فبالتالي هقول got. اللي بعدها number 10 بيقول لي my sisters always swimming in their free time. طبعا برضو فينا ظرف من ظروف التكرار، فبالتالي يبقى كلام present simple مضارع بسيط. طب رحت لقيت go goes الاثنين مضارع بسيط، قال لي اه يبقى لازم ارجع لي subject الفاعل بتاعي sisters جمع، فبالتالي هقول go. طب تعالى نشوف يلا تكملت الجمل دي. بيقول لي how many brothers has you got. طبعا عارفين ان you ما بتاخدش has، you بتاخد have. The next بقولي I doesn't like to eat cheese. طبعا عارفين ان I ما بتاخدش doesn't، I بتاخد don't، so I don't like. Number 3 they come never late. عارفين يا حبايبي ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل مش بعده. Verb to be يجي قبل ظرف التكرار، لكن اي فعل تاني يجي بعد ظرف التكرار، فبالتالي هقول they never come. تاني they never come. They never come. Number 4 بقولي where are you live عثمان. تاني where are you live عثمان يعني اين تعيش يا عثمان. طبعا هنا live فعل في المصدر، ما ينفعش اجيب معاه في المضارع am was were، بجيب معاه do does، ويو بتاخد ايه يا حبيبي do، فبالتالي هقول where do you live عثمان. And the next بقولي can you climbing that ladder. طبعا عارفين ان كان من modal verbs من الافعال الناقصه، واي فعل ناقص بيجي وراه مصدر، فبالتالي لازم اقول can you climb. Can you climb. تعال نشوف يلا تيست 1، وشكل ما احنا عارفين بيبدأ بالليسننج، وقلت لازم اسمع الليسننج كويس عشان اقدر اختار بشكل صحيح. بقول لي I'm Maryam. My daily routine is the same every day. I always get up at 6:30 in the morning. My mom always makes my breakfast. I go to school by bus with my friend Dina. In the evening I do my homework, read on the sofa, watch TV and text my friend, then I go to bed. تعال نشوف يلا الفيرست كويستشن. بيقول لي مريم ايه اب ات 6:30. اكيد مريم جيتس اب. The next her mom makes يعني مامتها بتصنع ايه، اكيد makes breakfast يعني بتعمل الفطار. مريم goes to school by، طبعا شكل ما هي قالت لنا ان هي بتروح المدرسه بالاتوبيس، يبقى باي باص. تعال نشوف يلا الديالوج بتاعنا. بيقول لي بسمه بتكلم ملك، بتقول لها لو ملك هاو ار يو، ازيك عامل ايه؟ قالت لها فاين بسمه، انا كويسه يا بسمه. فبتقول لها ايه تايم دو يو جيت اب، اكيد بيسالها وات تايم يعني متى. تاني وات تايم دو يو جيت اب، قالت لها اي جيت اب. عارفين ان الساعه حبايبي بتاخد ات، فهتقول لها اي جيت اب ات 6 اي ام. فبتقول لها do you go to school، لازم هنا اشوف by، يبقى اذا اداني الوسيله، فاذا هسال بايه؟ بهاو. فاذا هقول how do you go to school، ازاي بتروح المدرسه، by ايه. طب نكمل عشان نشوف الوسيله، لو مش مديني اي معلومه بختار اي وسيله، لكن لو مديني معلومه لازم اخلي بالي. قال لي what do you do in the holidays، بتعملي ايه في الاجازات. لا I visit my uncle's farm. Have a nice weekend, thanks. يبقى إذا هقول لها أي وسيلة، فهقول مثلا باي باص يعني بالأتوبيس. What do you do in the holidays، بتعملي إيه في الأجازات. لا I visit my uncle's farm. طبعا هنا الجملة كاملة، يبقى إذا هجيب ظرف تكرار، ممكن always ممكن usually، الحسب اللي أنت عايزه، فإذا هقول I usually
visit my uncle's farm. بتقول لها have a nice weekend. قالت لها thanks. تعال نشوف يلا القطعة بتاعتنا. بقول reading is the most useful. كلمة useful يا حبايبي بمعنى مفيد. فبقول reading is the most useful hobby. You can gain a lot of knowledge and information through reading. يعني ممكن تحصل على معلومات كتير منين يا حبايبي؟ من القراية. A book is the best friend. بقول لي ان الكتاب ده هو افضل صديق one could have. ممكن يمتلكه الشخص. With a book you can fly from one country to another. يعني الكتاب ده ممكن يخليك تروح من بلد للتاني in a short time. في وقت قصير جدا. You can see and know about places you never visited. ممكن تعرف على اماكن انك عمرك ما زرتها. If you want to know about sports or history. لو انت عايز تعرف عن الرياضة عن التاريخ. All you can do is to pick up a book and read it. كل الموضوع ان انت هتلتقي الكتاب وكمان تقرأ. Our schools are provided with libraries in order to encourage our students to read to help them know more and more not only about the subject they study but about life as well. ولا حبايبي ان المدارس بتاعتنا مزودة بي. كلمة provided with يعني مزودة بمكتبات لكي تشجع. كلمة encourage بمعنى يشجع. لكي تشجع الطلاب أو طلابنا to read to help them عشان تساعدهم. تساعد مين؟ أكيد students لما الطلاب no more يعرفوا أكثر وأكثر. Not only not only معناها ليس فقط يعني مش بس about the subjects they study مش بس عن المواد اللي هم بيدرسوها but about life as well لكن عن الحياة أيضا. طب تعال نشوف الـ first question. بقولي where can we see and know about places we never visited. طبعا هنا أكيد هقول in a book. In a book يعني في الكتاب. تاني in a book يعني في الكتاب. اللي بعدها number two. بقولي what kind of books do you like to read and why. طبعا هنا السؤال مطروق لك انت يعني نجاوب بأي إجابة انت عايزها. هنا بقولي what kind of books you like to read and why. طبعا ممكن اقول له history books. يعني history books يعني كتب ايه؟ كتب التاريخ. طب لما يجي يقول لي ليه هقول له because لان I like to know يعني بحب اعرف about عن the past بحب اعرف اشياء عن الايه؟ عن الماضي. طيب اللي بعدها بقول لي do you think people read much nowadays. يعني هل تعتقد الناس بتقرأ أكتر هذه الأيام؟ طبعا السؤال برضو مطروق ليك بس هل تعتقد أن الناس بتقرأ أكتر الأيام ديت؟ طبعا أكيد هقول no. لا طبعا. طب لما يقول لي why not ليه لا يبقى هقول because they like watching TV. لأنهم بيحبوا مشاهدة التلفزيون وممكن أقول كمان أن يوز سوشيال ميديا وكمان بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. تعال نشوف يلا الاختيار الأول. بيقول لي our schools are provided with libraries too. بيقول لي إن المدارس بتاعتنا مزودة بمكتبات لي. يا ترى encourage students to read only about the subjects they study يعني عشان الطلبة يقروا عن المواد اللي هما بيدرسوها بس ولا encourage students to read only about life ولا يتعلموا عن الحياة فقط ولا encourage students to read about both the subjects they study and life as well يتعلموا عن الحياة وعن المواد ولا encourage students to read only about sports. طبعا أكيد هو الاختياري التالت. طيب تعال نشوف number 5. بقولي the underlined word them refers to. طبعا قلنا يا جماعة ان كلمة them دي عايدة على students اللي هم الطلب. طب تعال نشوف number 6. بقولي the opposite of the underlined word useful. خلي بالك هما ليش المعنى. هو بقولي opposite. كلمة opposite يعني عكس او مضاد. بقولي مضاد useful. عارفين ان useful معناها مفيد. طيب يبقى عكس مفيد اكيد عديم الفائدة هتبقى useless. useless. تعال نشوف يلا الاختياري بتاعنا. بقول لي you got a calculator I need to do a sum. طبعا هنا قلت طالما في got يبقى اكيد have او has. يبقى هشوف you هقول له you بتاخد have يبقى have you got a calculator. The next number 2. بقول لي our science teacher is friendly so all of us like him. كلنا بنحبه. قلت يبقى اكيد هو ودود. طب يا ترى هقول
always is ولا is always ولا does always ولا always does. طبعا هنا ودود دي يا حبايبي صفه، والصفه هيجي قبلها فيرب تو بي. طيب قلنا فيرب تو بي هو الفعل الوحيد اللي يجي قبل ظرف التكرار، يبقى ما ينفعش اقول always is، لازم اقول is always. The next number 3 بيقول لي سمير ايه have breakfast with his family. طبعا سمير ايه الفطار مع اسرته. طبعا هنا have يعني يتناول. طيب ما ينفعش aren't ولا isn't لان بيجي وراها فعل في ing. طب اقول don't ولا doesn't، تحوله سمير مفرد فياخد doesn't، يبقى doesn't have. The next بيقول لي I don't like this salad، مش حابب السلطه دي. It tastes، طالما مش حاببها يبقى اكيد it tastes terrible. terrible يعني فظيعه وحشه يعني، ما اقدرش اقول fine ولا delicious ولا nice لان دي كل دي صفات كويسه. اللي بعدها نمبر 5 بيقول لي I always ate lunch when I got home from school. يعني بيقول لي يعني المفروض دايما بتناول غدا بعد ما ارجع الايه البيت، يتناول اسمها have، يبقى I always have lunch. The next number 6 بيقول لي A is a piece of furniture. كلمة furniture يا حبيبي شكل ما احنا عارفين يعني اثاث. Where you can put your clothes، يعني تقدر تحط عليه فيها اللبس بتاعك. طب انا بحط اللبس بتاعي في الوردروب. الوردروب اللي هو يا حبيبي دولاب الملابس. اللي بعدها بيقول لي open the عمر it's dark in here، ده دينا مضلمة هنا، اكيد هقول open the curtains، وانا curtains اللي هي الستاير. اللي بعدها نمبر 8 بيقول لي a is a bowl for washing، للغسيل usually with taps، وفي حنفية in a bathroom، وده بيبقى في الحمام، اكيد ده الحوض، والحوض اسمه basin. basin. The next بيقول لي that red car belongs a Mr. حمادة. طبعا عارفين belongs بتاخد حرف الجر to. تعال نشوف يلا نمبر 10 بيقول لي what's dad doing، يا ترى dad بيعمل ايه. بيقول لي he is a the plants، طبعا هنا اكيد بيروي النباتات، مش معقوله fighting ولا traveling ولا drinking. fighting يعني يقاتل او يحارب، عندنا traveling يعني يسافر، وعندنا drinking يشرب، اكيد هو بيسقي يروي، فبالتالي هقول watering the plants. طب تعال نشوف يلا التصحيح. تابو لي girls always buys new uniforms before school starts. طبعا هنا هما دايما بيشتروا، بس خلي بالك ان الجيرلز هنا جمع، والجمع ياخد باي يعني ياخد مصدر، ما ياخدش فعل في اس. اللي بعدها بيقول لي my friends often are active. قلت يا حبيبي الظرف التكرار بيجي بعد فيرب تو بي مش قبله، وبيجي قبل اي فعل تاني، انما فيرب تو بي لازم يجي قبل ظرف التكرار، فاقول are often تاني are often. اللي بعدها نمبر 3 بيقول لي منى always getting high marks. منى always getting high marks. قلت لكم يا حبيبي خلي بالك ان منى دي مفرد خلاص، وعندنا always ظرف تكرار، فبالتالي لازم اقول gets high marks تاني gets high marks. The next بقولي have I seen علي the book now. have I seen علي the book now قال له good idea. طبعا هنا ممكن اقول can وممكن اقول shall I. shall I اي واحدة من الاثنين ان شاء الله هتنفع. طيب اللي بعدها بيقول لي في الباراجراف write about your daily routine. طبعا يا حبايبي اتكلمنا قبل كده عن الديلي روتين كتير، وده بتكلم فيه عن الروتين اليومي بتاعي من اول ما بصحى لغايه ما انام، وطبعا الكلام كله بيبقى في المضارع البسيط لان ده حاجه انا متعود على عملها. بص كده قلت لازم اسيب اندنت، يعني لازم اسيب فراغ طبعا في اول سطر، وبعد كده ابدا I'm 13 years old، انا عندي 13 سنه. My daily routine is the same every day، يعني الروتين اليومي بتاعي هو نفسه كل يوم. I like getting up early، بصحى بدري. So I always get up at 6، بصحى الساعه 6 in the morning في الصباح. My mom always makes my breakfast، يعني ماما اللي بتعمل الفطار. I always help her make it، يعني بساعدها في عمايله. I have a shower and put on my school uniform، وبلبس زي الموحد بتاع المدرسة بتاعي. I always go to school by bus، بروح المدرسة بالأوتوبيس. With my friends علي and أحمد. Sometimes we listen to music، بنستمع للموسيقى. My parents work at the nearby hospital، they get home late. So I often help to make dinner، يعني بساعد في عمل الغداء. In the evening في المساء I do my homework، بعمل الواجب. Read on the sofa، وكمان بقرأ على الأريكة. Watch TV and text my friends. I always go to bed at 9. بنا كده بكتب عن الديلي روتين بتاعي من أول ما أصحى لغاية ما أنام. Thank you very much for watching، but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell.
يلا شير لكل زمايلك اللي في تاني اعدادي عشان ان شاء الله يستفيدوا، وكمان فعل الجرس واشترك في القناة عشان ان شاء الله يجيلك بقية حل الكتاب كله بالكامل ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.